في العراق ندد آية الله علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين في جميع أنحاء البلاد، فيما عززت قوات الأمن إجراءاتها ضد المحتجين. وجدد السيستاني الذي ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، جدد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة. الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة في ظلام